للمزيد من المتابعة تنضم إلينا الدكتورة تمارا برو الباحثة في الشؤون الصينية. دكتورة تمارا، برحب بحضرتك في البداية بالطبع، ونتحدث عن أهمية هذا المنتدى التعاون الصيني الإفريقي والدور الصيني الداعم للدول الإفريقية في ظل هذا التواجد المنتشر في العديد من الدول الإفريقية بالطبع للصين. مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين. الرئيس الصيني يعتبر القارة الأفريقية هي أرض واعدة ومليئة بالآمال. بشكل عام الصين تريد تنظر إلى القارة الأفريقية على أنها غنية بالموارد المعدنية التي تحتاجها الصين من أجل تنمية اقتصادها، لأن الصين تهدف إلى أن تكون الاقتصاد الأول عالميا خلال السنوات القادمة، وبالتالي فهي تحتاج إلى المواد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق النمو لاقتصادها. ومن جهة أخرى الصين أيضا تنظر إلى الموارد المعدنية التي تستخدمها من أجل تنمية الطاقة الخضراء لديها. يعني نحن نشهد اليوم العالم التحول إلى الطاقات المتجددة، مثلا السيارات الكهربائية. الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية، وهي تحتاج إلى معادن من أجل صناعة بطاريات هذه السيارات، منها معدن الليثيوم والكوبالت وغيرها، وهذه المعادن موجودة بكثافة في القارة الأفريقية، لذلك الصين عينها على هذه المعادن في القارة. أيضا القارة غنية باليورانيوم، واليورانيوم يستخدم من أجل توليد الطاقة النووية، والصين أيضا رائدة في هذا المجال، فضلا عن النحاس والزنك وغيرها من المواد المعدنية التي تستثمر فيها الصين بكثافة في القارة الأفريقية. أيضا الصين تحتاج إلى الدول الأفريقية من الناحية السياسية والدبلوماسية. يعني الدول الأفريقية لا يوجد إلا دولة واحدة هي التي تعترف بتايوان ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، لذلك الصين هي بحاجة إلى دعم الدول الأفريقية من أجل أن تظل تعترف بمبدأ الصين الواحدة. أيضا تنظر الصين إلى أنها هي التي تقود دول الجنوب العالمي، وبالتالي هي والدول الأفريقية هي من الدول الجنوب العالمي، لذلك تسعى الصين إلى أن تظل هي التي تقود هذه الدول الجنوب العالمي. ولكن بشكل أساسي الصين تهدف من وراء استثماراتها بكثافة في القارة الأفريقية إلى الحصول على الموارد المعدنية النادرة في هذه القارة. ولكن من ناحية أخرى تواجه الصين تحديات في هذه القارة بسبب مثلا الأوضاع الأمنية غير المستقرة. يعني شهدنا خلال السنوات الماضية حالات اعتداء على العمال الصينيين والمناجم التي تستثمر فيها الصين، أيضا الانقلابات العسكرية التي تحصل بين حين وآخر في العديد من الدول الأفريقية والتي تهدد الاستثمارات الصينية. وربما الأهم من ذلك كله هو أيضا المنافسة التي تشهدها القارة الأفريقية بين الدول مختلف الدول. سوف نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن يعني في ظل هذه المصالح المشتركة والمنفعة المشتركة بين الصين والدول الإفريقية، أيضا كيف تستفيد الدول الإفريقية منها التنين الصيني بالطبع في خدمة مصالحها وأهدافها التنموية في نهاية المطاف؟ أيضا الصين تتبع مبدأ رابح رابح، أي أنها تستفيد من القارة الأفريقية بالمقابل تفيد القارة الأفريقية. يعني مثلا الصين تستثمر في الموارد النادرة والمناجم في القارة، ولكنها بالمقابل تقوم بتنمية هذه البلدان عن طريق إقامة البنى التحتية، الاستثمار في البنى التحتية، إقامة المستشفيات، الجسور، السكك الحديد. خاصة يعني خلال هذه القمة التي تعقد حاليا رأينا أنه قبل عدة أيام تم الاتفاق بين الصين وزامبيا وبعض الدول الأفريقية على المباشرة في بناء سكك حديد من أجل الاتصال بين الدول ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. وبالتالي تستفيد الصين من الموارد المعدنية وبالمقابل تقوم بالاستثمار في هذه القارة عن طريق بناء المستشفيات والجسور والبنى التحتية وغير ذلك. وهذا ما رأيناه، يعني هناك العديد من الأمثلة حول الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية. أيضا قامت الصين ببناء العديد من البرلمانات للدول الأفريقية.
شكرا جزيلا دكتور تمارا برو الباحثة في الشؤون الصينية.